بعثت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برقية تهنئة إلى سعادة الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي رئيسة مجلس أمناء مدرسة بيان البحرين ونائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، وذلك بمناسبة منحها جائزة المرأة العربية السنوية لعام 2023 الصادرة عن مؤسسة لندن العربية. وأشادت قرينة العاهل المعظم بالدور المشهود للدكتورة مي وإسهاماتها الكبيرة ضمن مسيرة عملها الحافلة بالإنجازات المؤثرة في قطاع التربية والتعليم، والذي يتجسد من خلال رئاسة سعادتها لمجلس أمناء مدرسة بيان البحرين التي تشهد بدورها نقلة نوعية على صعيد مخرجاتها التعليمية، وتسهم إسهاما طيبا في تنمية وتطوير العملية التعليمية في مملكة البحرين، مشيرة سموها أن هذا التقدير والتكريم لا يأتي في سياق الإنجازات المتتالية للمرأة البحرينية التي تحظى مسيرة تقدمها برعاية سياسية لا محدودة ليمتد وبكل فخر أثر تلك الإنجازات وصداها الإيجابي لخارج حدود الوطن، سائلة المولى عز وجل أن يوفق الدكتورة الشيخة مي العتيبي في كافة مساعيها لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.